السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، وعارفة ان انا مقصرة معاكم، بس ان شاء الله الفترة الجاية يبقى فيها فيديوهات. بمناسبة ان احنا دلوقتي في موسم الامتحانات، اول حاجة قبل ما تبدأوا تذاكروا، وخصوصا ان احنا دلوقتي في حر، خدوا دش كويس قوي. تاني حاجة رتبوا المكان اللي هتذاكروا فيه، وكمان اشربوا مية كتير جدا، اطفي التلفزيون والكمبيوتر والتليفون، واستخدموا الاقلام الملونة عشان تساعدكم انكم تفتكروا المعلومات اسرع. ممكن تشرب كوباية قهوة واحدة، اكتر من كده القهوة مش هتساعدك. بعد ما تخلص مذاكرة راجع المذاكرة وارجع اعمل ريفرش للانفورميشن اللي انت ذاكرتها، وفي كده اكون قلت لكم كل النصايح المفيدة علشان تقدروا تذاكروا. ربنا معاكم، ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان تعملوا شير، تعملوا سبسكرايب، واشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.